ايه يا سلمى اللي انت بتعملي ده؟ اسميني اوعي ايدي. مش هسيبك لسه، انا عايزه تفتحي عليهم الباب ما يصحش كده. وبعدين انت اصلا اللي معادك هنا. مش قادره، النار بتغلي جوايا، مش قادره استحمل. في حد تاني في اوضه غير ابويا؟ طب استهدي بالله بس يا حبيبتي، هو انت مش كنتي خلاص وافقتي؟ ايه بس اللي حصل؟ وحش عادي بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتي، فاسأل الرحمن أن يقضي لي حاجتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لي فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله يا ست ستات منا ومنكم يا سيد الناس. أنا قلت أبتدي يومنا برقعة شكر لله عشان ربنا يديم المحبة والود اللي بينا. أحلى بداية اخترتها، شالت بينا حواجز كتير قوي انا كنت خايفه منها، اولهم انك ما تقبلش البيت ده. بس انت عارف دول ولاي بنات لوحدهم، ما اقدرش اسيبهم. وبعدين انت خلاص بقى، يعني البيعه كلها كده على بعضها جمله، شروه واحده يعني. يا تباهي، البيت مش بحضانه ولا العفش اللي فيه، البيت بالناس اللي عايشه تحت سقفه. ربنا يديم بينا المحبه والود ونعيش طول عمرنا عيلة واحدة. بجد يا كابر توعدني بكده؟ أوعدك بعد لو ردينا عليه. ربنا يخليك ليا. طب في حاجة بقى كده محصورة في زوري نفسي أقولها. قوليها. يعني ما هو يعني حاجة كده كسفاني قوي. الله أكبر، تعالي حبيبتي قولها لي، تعالي قولها لي. الله أكبر. اقعدي اقعدي. اسم الله عليك. قولي بقى يا تباهي، ايه الكلمة اللي جوه قلبك؟ لا ما انت ما تبصليش بقى عشان اعرف اقولها. ما بصش، امال اعمل ايه يا تباهي؟ غمض عيني يعني؟ لا ما انت برضك لازم تشوفني وانا بقولها. حيرتيني يا تباهي. طب قولي. بحبك يا جابر. يا الله، وانا بموت فيك يا تباهي. احمدك واشكرك يا رب. بقولك يا تباهي، النهارده ليله العمر وكده، ولا انت ما سمعتيش عنها؟ ولا هنقضيها كلام واسدال؟ ولا انت شايفه ايه؟ لو ما سمعتيش احكي لك عنها يا تباهي. انت هتقضيها ضحك بس ولا ايه؟ طيب. طيب ايه؟ ايه؟ ايه ايه يا تباهي؟ بقولك ليلة العمر لو ما سمعتيش عنها احكي لك عادي، جوزك. طيب بس ما تبصش. ما بصش؟ ما بصش ازاي يا تباهي؟ انا قعدت طول عمري ما ببصش. بعد اوعى تبص. طيب يا تباهي. تباهي خلاص؟ لسه، انت مستعجل كده ليه؟ مستعجل ليه ازاي؟ تباهي بقولك ليلة العمر، شكلك يا تباهي مش فاهمة ولا ايه؟